إلى الملف اليمني، فقد أعلن الحوثيون والحكومة أيضا التوصل إلى اتفاق على عملية تبادل أسرى خلال مفاوضات في جنيف ستشمل ما يزيد عن 880 شخصا. تفاصيل هذا الاتفاق وردود الفعل بشأنه نرصدها مع مراسلنا من صنعاء، مع خليل القاهري. أهلا بك خليل، مساء الخير. ما تفاصيل هذه الصفقة؟ متى يجب أن يبدأ العمل بها، وكيف ستنعكس على الواقع السياسي وعلى واقع الصراع في اليمن؟ نعم حسام، يعني من المقرر أن يتم التنفيذ بإطلاق المتفق على إطلاق سراحهم خلال 3 أسابيع، بمعنى ربما في الجزء الأخير من شهر رمضان على الأرجح، وذلك بناء على ما أعلنت كافة الأطراف، وذلك تأسيسا لمرحلة قادمة. في التفاصيل أن أكثر من أو حوالي 880 أسيرا ومعتقلا لدى الطرفين سيتم إطلاقهم بموجب هذا الاتفاق وهذا التوقيع. حوالي 700 أو العدد يزيد قليلا، ربما 706 أسيرا ومعتقلا تابعين لجماعة أنصار الله، بينهم مدنيون ونساء وقادة، أيضا سيتم إطلاقهم وفقا لرئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة، مقابل إطلاق 181 من أسرى الجانب الحكومي المدعوم من التحالف، بينهم بالطبع وهذا هو اللافت بشكل كبير الصحفيون الأربعة الذين سبق وأن حكم عليهم بالإعدام، سيتم إطلاق سراحهم، وذلك بعد أن تعثر هذا المطلب كثيرا رغم المطالب التي طالبت بشكل كبير بإطلاق سراحهم، ولكن أيضا تم الاتفاق على إطلاق سراحهم هذه المرة، وهذا مؤشر له كثيرون بأنه مؤشر إيجابي ينبئ عن أن مرونة كبيرة ربما تأتي خلال الجولات التالية. بينهم أيضا قادة عسكريون، منهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبد رب منصور هادي، وكذلك أولاد نائب رئيس مجلس القيادة المدعوم من التحالف طارق محمد عبد الله صالح، بالإضافة إلى أولاد علي محسن الأحمر. وهذا يشير إلى أن ضمن هذه الصفقة أسماء بين قوسين لها وزنها في المسار السياسي والعسكري فيما سبق على الأقل، ويشير أيضا إلى أن التفاهمات تقدمت كثيرا بموجب حتى إعلان كافة الأطراف أنها توافقت بشكل نهائي على هذه الأسماء بعد 10 أيام من التفاوض، ولكن أيضا المبعوث الأممي دعا إلى سرعة التنفيذ لما اتفق عليه، وقال إنه مثل الأسر اليمنية يتطلعون إلى سرعة التنفيذ، داعيا كافة الأطراف إلى المبادرة العاجلة في تنفيذ هذا الاتفاق. وفي العموم الزملاء لديكم أعدوا تقريرا بهذا الخصوص، يمكننا وإياكم والمشاهدين أيضا متابعة التقرير ومن ثم نعود. خلال أسابيع ستحط طائرة مماثلة لهذه في صنعاء وأخرى في الرياض، وعلى متنهما نحو 800 أسير من طرفي الصراع في اليمن. في بعض تفاصيل الصفقة الجديدة، إطلاق سراح 181 أسيرا من بينهم 15 سعوديا وثلاثة سودانيين مقابل 706 من أسرى الحوثيين، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة اليمنية ورئيس لجنة الأسرى في جماعة الحوثي، والذي أكد أيضا أن جولة أخرى من المحادثات ستعقد بعد شهر رمضان. صفقة تبادل الأسرى التي بدأت الشهر الجاري بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، سبقتها محادثات بين وفد سعودي وآخر من جماعة الحوثي في صنعاء في أكتوبر من عام 2022، قيل حينها إنها كانت بشأن التحقق من حالة السجناء السعوديين في اليمن. وقبلها في مايو من العام ذاته، وصل عدد من السجناء من جماعة الحوثي مطار عدن بعد إطلاق سراحهم، ضمن ما وصفته السعودية حينها بجهود إنهاء الحرب. المساعي الدبلوماسية المكثفة في الآونة الأخيرة وعلى أكثر من صعيد والرمية لإنهاء الصراع في اليمن سيعززها لا محال استئناف العلاقات بين إيران والسعودية. نعم،
يعني حسام، من شأن هذا الاتفاق وهذا التوقيع الذي تم أن يؤسس بلا شك لمرحلة قادمة من المرونة بين الطرفين، خاصة بعد أن تعثرت كثير من الملفات. كان ملف الأسرى والمعتقلين من أبرز الملفات التي احتدم الخلاف حولها بين الطرفين، ومثله ملف الطرق في تعز وغيرها من المحافظات. ولكن الآن على الأقل وفق مراقبين فإن الخطوات بدأت بشكل جيد، ومرحلة من بناء الثقة بين الطرفين، خاصة بعد بعض الأحداث في المنطقة، منها التقارب السعودي الإيراني الذي بلا شك يراه مراقبون سينعكس إيجابا على الملف اليمني بشكل كامل. خليل القاهري مراسل العربي من صنعاء، شكرا جزيلا لك.